بدينا منذ تقريبا يعني الشباب ديالنا انه نجمعوا كهواة من الدرجة الأولى في الأول كهواة يعني جميع هذا الموروث الثقافي والتاريخي والحضاري، ولكن هذا الاهتمام يعني يتطور شيئا فشيئا يعني ويخلق لدينا يعني معرفة واهتمام بالتاريخ والاهتمام ديالنا كذلك بهذا الموروث، يعني الاهميه ديالو في الحفاظ ديالو ولا بروتيكسيون ديالو. يعني هنا فين جات هذه الفكره ديال انشاء يعني اللبنه الاولى لتاسيس لاول متحف بمدينه تيزنيت، ان لم اقل باقليم تيزنيت، يعني بهذه المعايير يعني شبه ان قلنا شبه احترافيه شيء ما، ولكن كلبنه كما اشرت كلبنه اولى لابد يعني ان نحط الخطوه الاولى وابراز هذا الموروث الثقافي لاهالي تيزنيت وللسياح الاجانب وللسياح يعني داخل الوطن وخارجه. يعني هذا يعني التجميعه الاولى او الدفعه غنسميها الدفعه الاولى لهذا المتحف او الدفعه الاولى لهذا يعني العرض ما هي الا يعني شذره اولى من اجل يعني الرقي او من اجل خلق يعني متحف كبير او متحف يشمل مجموعه من الانماط ديال العيش ديال الانسان في المغرب وفي سوس وفي الاقليم بالخصوص. لا يمكن لي ان احدد يعني اقدم تحفه في هذا المتحف، لان ذلك يحتاج الى معايير يعني ديال الاحترام، يعني احترام معايير المتحف، لان ما زلنا مبتدئين بكل صراحه في المغرب، ما زلنا مبتدئين في هذه المساله ديال تحديد تواريخ او تحديد تواريخ ديال هذه التحف، ولكن هناك اجتهادات شيئا ما يمكن الاعتماد عليها كمثلا لا فورم ولا الشكل ديال الاجزاء او ديال التحفه، الزخارف المنقوشه في بعض التحف، المواد يعني المصنوعه يعني التي صنعت منها هذه التحفه، كل هذه تحيلنا الى بعض يعني التواريخ او الحقب، غنسميوها حتى الحقب الزمنيه التي يعيش فيها الانسان او التي كانت تستعمل فيها تلك التحفه. الاهم هو ان المتحف يجمع مجموعه من التحف تعود الى مرحله السعديين ومرحله المرابطين الى مرحله كذلك العلويين، يعني اخر 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 مرحله. يعني اقدم تحفه يمكن ان نصنفها في 300 400 سنه وحتى 500 سنه، واخرها يمكن ان نصنفها في حدود تقريبا 100 سنه، يعني شيء ما. ولكن في هذا المتحف اقتصرنا انطلاقا في احترام يعني الاحتفاليه التي جاء فيها هذا الاحتفال، واللي هو يعني الاواني المطبخيه او الخزفيه التي يعني نتناولها في الافتتاح او في الاحتفاليه بإذينير. يعني احترمنا هذه المساله ديال الانوال وما جاوره وما كان الناس يتناولونه في انوال وفي الحياه اليوميه ديالهم في اطار الاحتفالات وفي اطار الحياه اليوميه ونمط العيش الانسان القديم. بالذات يمكننا ان نتحدث عن هذا الصنف، هناك بعض الاواني التي يعني لا يمكن ان نجدها عند الطبقه يعني المتوسطه او الطبقه الضعيفه، وهناك الاواني التي يمكن ان نجدها عند الاستقراطيين مثلا او عند الناس الذين لهم طبقه اجتماعيه يعني عاليه في المجتمع انذاك، مثل الانفلاس، مثل امغار، مثل شيوخ القبائل، مثل أعيان القبائل. هذا شيء عادي في جميع الحضارات وفي جميع الطبقات، يعني نمط العيش يختلف من طبقة اجتماعية إلى
مستوى طبقة اجتماعية أخرى، وهذا وارد جدا. نعم، هذا التحول أو هذا التطور نجده حتى في عصرنا اليوم، نفس الشيء في العصور يعني الزمنية السالفة نشاهد تطورات في الحياة اليومية. يمكننا أن نتطور يعني خلال كل سنة، يمكن أن نتطور خلال كل شهر، يمكن أن نتطور خلال كل 10 سنوات. يعني هذا التطور وارد جدا وعادي في الحياة اليومية، لأن هذا النمط العيش اليوم أو هذه التحف التي نعرضها هنا شهدت تطورات مهمة في الحقب الزمنية. لا يمكن أن نصنف مثلا يعني حقبة الموحدين مع مرحلة السعديين أو مرحلة السعديين مع مرحلة المرابطين، هناك يكون يعني اختلاف وتكون حضارة أخرى ويكون إضافات في يعني في الإبداع. الإبداع هو نعم تحسن ظروف العيش، البيئة التي يتواجد فيها الإنسان هل تساهم في الإبداع أم لا تساهم في الإبداع، كل هذه المقومات نجدها في جميع الحضارات، ليس فقط في الحضارة الأمازيغية أو الحضارة العربية أو الفرنسية، جميع الحضارات نجد فيها هذه المقومات ديال التطور الفكر وتطور الإنسان وتطور المجتمعات. Thank you.